أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الاستوديو التحليلي للمباراة اللي باش نجمع بعد شوية إن شاء الله في كوريا، المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب الكوري. سعيد جدا أن يحضر معايا في البلاتو اليوم لتحليل المباراة بعد غيبة طويلة كابتن خالد حسني. مرحبا يا كابتن. مرحبا، ربي يفضلك دالي، مرحبا بكل المشاهدات والمشاهدين. شو تلك الوطنية كابتن؟ شو ما أحلى رجوع، ما أحلى رجوع إليه. هيا به هيا به. ربي يفضلك. المدافع الأنيق والمدرب فريد شوشين، مرحبا فريد. مرحبا دالي، مرحبا بالكابتن، مرحبا بمشاهدين القناة الوطنية الأولى. إذا كما قلت مباراة مهمة، المنتخب الوطني التونسي في الانتظار ضد المنتخب الكوري، طبعا في انتظار مباراة الثانية في دورة كريم ضد المنتخب الياباني، والمباريات هذوما أكيدا استعدادا لبطولة الإفريقية في الكوت ديفوار. البطولة الإفريقية اللي دارت القرعة نتاعها أمس في الليل، وتعرفنا على مجموعة المنتخب الوطني التونسي بعد طول انتظار. أكيد كما تعرفوا الناس الكل، المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الخامسة مع كل من جنوب إفريقيا، مالي وناميبيا. كابتن، قراءتك في مجموعة المنتخب الوطني؟ والله قراءة أولية، معناها تونس والمالي وإفريقيا الجنوبية فريد وناميبيا، نقولوا احنا اللي المجموعة صعبة والحق يقال صعبة، فهمتي ولا؟ بتواجد المالي، معناها هذا المنافس اللي تعودنا عليه على ملاقاته في بعض، واللي ربحنا في الكوب دافريك الاخرى في الكاميرون، واللي في الكل وافريقيا الجنوبيه وناميبيا. الوقت الحاضر هو الامور على الورق، تو نتكلموا على الورق، مازلنا ما بديناش معناها طبيعه. اي على الورق، هو شو الهدف؟ الهدف هو التأهل الى الدوري اللي بعده، صحيح، لا اكثر ولا اقل. نذكروا يتأهلوا كل زوز الاولانيين في كل مجموعه، أربعة احسن ثالثين، معناتها فقط زوز من الثالثين ما همش ترشحوا بانه فما ست مجموعات. وبارك الله فيك. تعرف هذوما الثالثين سيشكلون مشكله بالنسبه لي في كل مجموعه، خاطر كل فريق اللي في الاخر يشوف عنده حتى شويه امل باش يكون الثالث باش يكبش. ولهذا السبب قلت ان كل المجموعات صعبه، ناريتهم الكل، ولا موجوده مجموعه سهله كالعاده، ولو ان البعض كل واحد حر في تقييمه يقول لك هذه سهله هذه صعبه، ما فماش سهله وصعبه، لا اكثر ولا اقل. وحدك يشوف تو احنا مثلا وين اسمها كي دوتر، فما عندك الكوت ديفوار ونيجيري، اي الجروب سي زاد المجموعه الثالثه، السنغال، كامرون، غينيا، غامبيا، زاد غامبيا اللي كانت مفاجاه في البطوله، ايجيب، غانا، كاب فير، موزامبيق، سنغال، كامرون، غيني، غامبي. الغيني هذه اليوم حاطين في الاكيب عليها، هذه الغيني عندها زوز ملاعبيه في الاتاك، منهم لاعبي مير بيتور تاع البوندسليغا تو يلعب مع شتوتغارت اللي اسمه سيرهو كويراسي، ومعاه كابا ديوارا. ولا فريق سهل يكذب عليك، وخاصة أن نعرف احنا باقي أن كأس أفريقيا فيها المفاجآت، وكأس أفريقيا ستدور في مناخ وفي ملاعب مغايرة تماما، وحتى في تحكيم، معناها ما لا أعلم أن هناك الفار موجود ولا مش موجود، الله أعلم. هذه أكيد تبدا موجود. هذه قراءتي الأولية، ولكن عندي ملاحظة عايشك. أي كابتن. بربي ما نبيعوش الأوهام. خلينا ما نحطوش الضغط على المنتخب التونسي وانه مترشح للفوز بكاس افريقيا. يا حبذا يا حبذا، نمشي واحده واحده نكونوا واقعين، واذا نحبوا نعاونوا المنتخب نتاعنا يلزمنا نعاونوه زاده بالواقعيه نتاعنا، انها مجموعه صعبه بالنسبه للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي باش يلعب في مدينه كورهوغو في اقصى شمال الكوت ديفوار كابتن. المدينه هذه اللي باش نلعبوا فيها على الحدود الماليه، معناتها نتوقعوا باش تكون فما جماهير ماليه كبيره. كتقولش علينا براتيكمون باش نكونوا تقولش علينا نلعبوا في مالي ضد المنتخب المالي، وباش معروفه المدينه هذه بالحراره الكبيره، ولكن ما فيهاش برشا رطوبه، سخونه لكن ما فيهاش برشا رطوبه المدينه هذه. اجواء اخرى دالي، كما قال الكابتن، ما عادش فرق سهله وفرق صعيبه. شفنا احنا اخر كاس افريقيا بانتصار وحيد ضد موريتانيا، ترشحنا، خسرنا مع مالي، خسرنا مع غامبيا، معناها ياكد ان المجموعه لازم نحضروا لها ماشي مجموعه سهله كما يروجوا لها، لكن ترشح نقدروا نترشحوا في ظل ثلاثه فرق نجموا يترشحوا، مالي
يأكد دائما في كل مشكلة وآخرها في كأس العالم شفنا كيفاش كان فريق متميز وفريق صعيب. جنوب إفريقيا اللي يبحث على الأمجاد متاعه والعودة للكؤوس إفريقية خاصة منافس زادة محترم جدا. ناميبيا هي اللي معناش فكرة كبيرة برشا لعبنا معها في كأس العالم أوقات في أول مرة يظل نلعبوا في معناها مجموعة صراحة لازم نحضروا لك كيما يلزم بالمباريات اختيار مباريات كيما قلت أنت تلعبوا في أجواء أخرى إفريقية. اليوم مش تكون مباراة نوع آخر لكن المهم اليوم نلعبوا في 17 دوغري في 17 درجة تقريبا بعد القارو احنا في 40 38 درجة ونرجعوا بعد نحكيوا على هذا اللازم كذلك المجموعات الكل مجموعة صعبة. شوف المجموعة السنغال كامرون غينيا غامبيا معنا مجموعة حديدية مصر غانا الرأس الأخضر كابفير نعرفوها وشاركنا معها في عدة مناسبات ديما كانت عندها مشاكل مع المنتخب التونسي. كوت ديفوار نيجيريا يأكد رأي مجموعة صعبة لازم قراءة جيدة تحضير جيد اللاعبين كل يعرفوا عندهم اغلبيه 80% من اللاعبين اللي باش يشاركوا في كاس افريقيا كانوا شاركوا قبل كاس افريقيا الفائت يا جايينها واحنا نحكيوا على بطوله افريقيا وحكيت على القائمه فريد برشا كلام القائمه هذه نتاع المنتخب الوطني التونسي براتيكمون فما شكون يقول لك بنسبه 90 85% هي القائمه اللي باش تكون موجوده في بطوله افريقيا اللي مازالت لها براتيكمون شهرين. فما شكون يقول لا ما زالت البيبان مفتوحه حتى جلال القادري قال ما زالت البيبان مفتوحه قدام لاعبيه اخرين. هاو ناخذوا فكره على القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي ونرجعوا نحكيوا اسكو هذه القائمه باش نلقاوها في البطوله الافريقيه والا لا. تفرجوا مع اميل الزيتوني. المنتخب الوطني التونسي سافر لخوض وديتي كوريا الجنوبيه واليابان بقائمه تضم 23 لاعب. جليل القادري حافظ على 19 اسم كان موجود في قائمه المنتخب اللي كانت حاضره في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي واللي خاضت لقاء بوتسوانا ومصر. اربع اسماء فقط انضافت بين سبتمبر واكتوبر وهي محمد دراجر، انيس بن سليمان، عصام جبيلي ونعيم السليتي. ربيع يعرف جيدا اجواء المنتخب التونسي ولم يغب عنها كثيرا باستثناء نعيم سليتي مهاجم الاهلي القطري اللي سجل حضوره لاول مره مع نسور قرطاج منذ مونديال قطر 2022. القائمه دون غيابات مؤثره مع تواجد جميع كوادر المنتخب تجعل هذا التربص البدايه الفعليه للتحضير النهائي اللي كان الكوت ديفوار 3 أشهر قبل انطلاقتها بعد المردود الممتاز اللي ظهر به زملاء يوسف المساكني امام المنتخب المصري واللي دون شك باش يبني عليه جلال القادري اللي يستغل كافضل ما يكون وديتي كوريا واليابان. زوز لقاءات مش باش تكون سهله يدخل المنتخب التونسي تقريبا بالمجموعه المرشحه للسفر للكوت ديفوار مما يجعل اهميه الاستفاده منها مضاعفه قبل الدخول في وضع اللمسات الاخيره في التوقف الدولي الاخير قبل الكان اواخر شهر نوفمبر المقبل. هاي كابتن قائمة المنتخب التونسي أكيد لوساتور واضحة 90% يمكن واضح يمكن شي تكون شي فما ريفيلاسيون وإلا اثنين ملاعب يبرز بتيتر من هوني لقبل انطلاق البطولة الأفريقية في تونس وإلا في البطولة التونسية يمكن يلقى مكانه في قائمة المنتخب ولكن يظهر لي هذوما 23 لاعب اللي باش يعتمد عليهم جلال القادري في البطوله الافريقيه. هو مش يعتمد على 23 ولكن مش يعتمد على 11 و5 في العالم فما 16 هكاك الاكثر بيخرج منهم الحقيقه. هذا من ناحيه انت اول كلمه قلتها محمد علي قلت ولا في الاوف معبر اول الصور قاعده تجينا من كوريا كابتن وجماهير وحضور جماهيري حضور كبير في ملعب المباراه. هذوما الصور قاعدين نشاهدوا فيهم مباشره من ملعب سيول كأس العالم في كوريا. كابتن فضل وقت قلنا شدناك على التشكيله وش قلت؟ قلت حفظناها سلسنا بها. هذا هو لازم معناه هذا هو لازم تكون مجموعه مستقره تكون فيها تجانس تكون فيها تكامل. المجموعه ذي لعبت اكثر وقت مع بعض تعلموا يلعبوا مع بعض صار بناء الى مجموعه وهذا هو الاهم والاساسي واللي لوج عليه كل مدرب. كابتن لوج عليه كل مدرب. جواب على سؤالك تقول لي واحد يبرز انتهى بالوقت الحاضر الوقت هذا مازالوا شهرين ولا قديش
يعني نقولوا ثلاثة شهر اي نقولوا ثلاثة شهر راهو بالنسبة لي أنا المدرب الوطني وضع حد للتغييرات ويلزم يضع حد للتغييرات للمحافظة على المجموعة وحافظة على استقرارها من كل النواحي. كابتن ما فماش ملاعبية في البطولة قاعدين يبرزوا إذا كان نحكيو بالمنطقة هذه يمكن تنقص شوية الموتيفاسيون الملاعبية هذوما أكيد قبل بطولة إفريقيا الملاعبية الكل كل واحد يعطي 150 و 200 في المية باش يكبر الطموح نتاعو والاهداف نتاعو يكون موجود في البطوله الافريقيه كي نحكيو بمنطقه هذه ما تقص شويه الموتيفاسيون. انت حر في المنطقه نتاعك ولكن فما منطق اخر. البطوله هذه باش تعمل عليها انت المتقطعه بدو جروب وكذا وترانات نتكلموا بصراحه والناس الكل اجماعي عايشكم يزينا من النفاق والناس الكل وصول المنتخب التونسي لملعب وصار اجماع ان الدوري التونسي اصبح ضعيف ومشتت بهاته المجموعتين. كيفاش تحب انت لاعب يبرز وقت اللي يلعب اسبوع يرتاح اسبوعين وقتاش اللاعب يبرز على موسم او موسمين يفور ريبيتي لي سيزون تكرار المواسم مش تكرار 10 دقائق و15 دقيقه تمشي المنتخب فهمت هذا هو معناه انا بالنسبه لي انا وكل واحد حر في تقييمه بالنسبه لي انا جاء الوقت اللي الى مي اون بلاس ان سيستيم ان جروب انتهى الامر بالنسبه لي انا هذا انت كي تجي تشوف طب بعد ايش تحب نتكلموا على الاستقرار تو مده ثلاثه اربع مباريات الثلاثه التيلانين والزوز ولي دو كشريده ومعلول والسخيري وهما لوساتور والعمود الفقري وهذا كون ان بلوك خارق العاده بعديش بشويه بشويه قاعد يكون القدام فوالا ثالث في رايي ثم لاعبين يستحقوا صراحه باش يكونوا انا نحكي نعطي مثال في الاستقرار نتاع المردود وتشجع زاد من تاريخين المنتخب التونسي كان يضم خمسه سته لاعبين من البطوله التونسيه حتى البطوله مش في احسن الحالات نتاعها. رجعتنا لك الفكره والنقاش الجدلي واللي كنا سنوات واحنا نحكيو عليه فما شكون يقول لك ملاعبيه من البطوله التونسيه ونعتمدوا على ملاعبين من البطوله التونسيه ويعرفوا الاجواء الافريقيه، فما شكون يقول لك ليه يمكن نستنسخوا التجربه المغربيه والجزائريه اللي اعتمدوا على ملاعبيه فورميل برا من البطولات نتاعهم وقاعدين تعطي في الاكل نتاعها وهنا قعد الجدال. فريد قال لي احنا معروفين في البطوله خرجوا ملاعبيه صراحه، في الفتره الاخيره ولينا نعتمدوا اغلبيه على لاعبين نشطوا في اوروبا ولا متكونين في اوروبا. هذا هو المردود، يعني دائما نقول ناخب وطني المفروض لاعب محلي او لاعب اجنبي اللي يقدم مردود في الفتره هذيك ويكون في احسن الحالات نتاعو ويكون موجود، يستحقوا صراحه، شوفوا غرام احنا موجود في الليستا، شوفوا كذلك حمزه كان فماش ملاعبيه مش موجودين في القائمه، حمزه جلاسي مدافع استقرار في المردود، وعندنا اشكال صراحه في البحث على اللاعب الثالث اللي باش يكمل الطالبي وباش يكمل كذلك مرياح. أنا المفروض نعطيه أكثر حظ للاعبين هذوما باش يأمنوا زادا ويكون عندهم حظ خاطر احنا شاركوا في بطولات الإفريقية كاملة، آخر نهائي عملناه 2004 في تونس، معناها ما فيها باس نعطيه حظ للاعبين اللي يستحقوا في البطولة التونسية باش يشجعوا الحماس تاع البطولة التونسية، إذا الليستا معروفة معناها واللاعبين محجوزين في المقاعد نتاعهم ما تلقاش الكونكيرونس وما تلقاش الإنتاج تاع اللاعبين، كذلك المهاجم معناها إشكال كبير برشا دالي في المهاجمين. شوف لاعبين وسط قاعدين نردوا فيهم كمهاجمين في الطريقه اللي عملها جلال القادري كيوسف المساكني كذلك اللاعب عصام الجبالي اللي هو اصله مش مهاجم سيف الدين الجزيري لاعب زمالك عنده صراحه نرجع تو في الامكانيات بتاعه لازم زاد نلقاو الحلول في مراكز معينه وسط الميدان ما عندناش اشكال كبير برشا عندنا لاعبين ما شاء الله ينشطوا في احسن البطولات ويلعبوا اساسيين كانيس بن سليمان وحمزه رفيعه العيدوني يزيدوا مسخيري حنا بعض لكن من الناحيه الدفاعيه ينقصنا في الطريقه ثلاثه مدافعين لاعب محوري باش يكمل المردود. خلينا نسمعوا علي بومنيجي ليه خلينا نسمعوا علي بومنيجي كيفاش يخالف الكره وكيفاش بسرعه يجموا يخلطونا احنا باش نخاول الهدف اما احنا متحضرين وان شاء الله هكا تبعناهم بالكدا وان شاء الله احنا نعرفوا كيفاش ناخذوا معاهم وقدر الله ونلقاو حل كما نقولوا احنا مالفين احنا مالفين بالسيبورتير الجماهير مالفين بهم احنا حشنا بال كما نقولوا الجو هذا مالفين به في الكاس العالم لقينا نفس الحكايه وكل مره متعرف المنتخب عنده المباراة الكبار هذوما نعرفهم كيفاش نصعبهم اليوم. Yeah, well, I'll focus more on obviously it's a very good team.
التونسيه. الكابتن ينجم يترجم لنا في الالمو. لا مش يترجم لك في الالمو. الكابتن يترجم لنا بالالمو. الكلمتين الاولانيين مش معايا. الالمانيه. علي بومنيجي الحكايه اكيد قال نعرف المنتخب الكوري سريع وباش نحاولوا نقراوا حسابنا للنقطه هذه وسالوه ظهر على الجماهير الحاضره في الملعب قالوا متعودين بالجماهير كملت فكرتك على القائمه فريده واضح شوف عندي شويه ملاحظه لو بسرعه كابتن خلينا نمشيو ندخلوا مهاجمين مهاجمين غير نجيب اخر ماتش تاع تونس ومصر ما غير مهاجمين شكون يسجل وكان تعمل انت استنتاج في اوروبا تو حتى في المنتخبات الاوروبيه هما وسط الميدان والاظهره اللي يجيو من تالي ينجو بلو تو كان في فرنسا قعدت الامور لو نوف لو نوف اما جيرو ولا الاخر ولا الاخر ولكن كان تشوف الجمعيات الكل كان تشوف الجمعيات الكل هما شكون يجي من تالي هما لي ميليو اي لي زاري لاتيرو لا اكثر ولا اقل احنا معناها العيدوني سجل اشكون اعطى البونتو للعيدوني بالرمضان صحيح وبالرمضان معناها ودومي لقيناه هو المتواجد اكثر وهذه هي توا الاسلوب الجديد هذا هو ما تقعدوش نعملوا على واحد باش معناها يسجل هذا هو رايي فهمتي ولا وهذا هو التوندونس والتوجه في العالم مش ما جبت حتى شيء جديد انا واضح حيمشي بشوي بشوي للمباراه ما عادش برشا وقت على انطلاق المباراه هذا لمحة تاريخية وتاريخية مباراة 2014 اللي كنا فزنا فيها ضد المنتخب الكوري هي ثالث مباراة ودية بين المنتخبين هذا تذكير مباراة سنة 2014 وهدف زهير الذويدي مباراة اللي كنا فزنا فيها 1-0 ضد كوريا تبقى الكرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي وتتقص في وسط الميدان ياسين الميكيري 1-2 تتعدى زهير الذويدي زهير الذويدي زهير الذويدي زهير الذويدي والهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي زهير ذويدي 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول تحية عصام جمعة ستيفان حسين ناطر ياسين الميكيري وكل المجموعة لزهير ذويدي وفرحة المنتخب نزار خنفير حاتم المساوي جورج ليكانز وأيضا الجماهير والجالية التونسية اللي موجودة في كوريا الجنوبية إعادة للهدف في هذا الشوط الأول من تونس كوريا الجنوبية 1-0 فرحة نزار خنفير الهدف بتعليق زميلنا الراحل عبد الخالق السعدي وإن شاء الله ربي يرحمه وينعمه عبد الخالق السعداوي والاطار الفني المشرف على المنتخب في المباراة هذيك كان جورج ليكانس ومعاه كما كنتوا تشاهدوا نزار خنفير وحاتم المساوي ندخلوا في المباراة نعطيكم تشكيلة المنتخب اللي باش تخوض مباراة اليوم الشك كان في مركز وحيد كان في حراسة المرمى كانت ما بين معز حسن وأيمن دحمان على اعتبار أنه أيمن دحمان ماهوش قاعد يخوض في المباريات الأخيرة مع فريقه في البطولة السعودية وفي الأخير استقر رأي على أيمن دحمان على اليمين كشريدة على اليسار علي معلول ثلاثة في اللاكس كما كنا متوقعين الناس الكل ياسين مرياح منتصر الطالبي وعلي العابدي اللي باش يلعب في محور الدفاع وسط الميدان البيفيت قاو عيسى العيدوني الياس الصخيري حنا باع المجبري والعاشوري ويوسف المساكني قلب هجوم هذه تشكيلة المنتخب اللي باش تواجه المنتخب الكوري في مباراة اليوم قبل ما نحكيه على التشكيلة خلينا نحكيه على الاختيار متاع مباراة كابتن ضد المنتخب الكوري أيضا هنا فما نقاش فما شكون يقول لك نلعبوا ضد منتخبات إفريقية بما أنا باش نواجه منتخب إفريقي فما شكون يقول لك لا باهي نحتكوا بمنتخبات هذوما وحتى أيضا العائدات المالية مهمة من المباريات هذوما في دورة كيرين كاب كيفاش تشوف أنت الاختيار على مواجهة المنتخب الكوري؟ والله اختيار حال الوقت الإنسان ما عادش يحط معناها في الميزان أن هذا إفريقي وهذا آسيوي وهذا أوروبي هذه مباراة كرة القدم لا أكثر ولا أقل وأنا استحسنت هذا الاختيار لماذا؟ لأن حان الوقت باش المنتخب التونسي يواجه منافسين من الطراز الرفيع باش يحط روحه باش يعرف روحه في أي مستوى هو أولا ثانيا باش يعرف مدى تأقلم الملاعبية مع الرسم التكتيكي الجديد وسيستيم دو جو فهمتي ولا رينا اللي بدات الامور في المجموعه التونسيه بدات تتاقلم مع هذا مع 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 3-5-2 او كما تحبوا 3-4-3 كل واحد شي يقول فهمتي ولا وهذا اختيار كل واحد عنده راي
رايه. فهمتني؟ بالنسبه لي انا هذا الاحتكاك اول حاجه ساعه انا لا يهمني لا الربح لا الخساره. يهمني راهو المباريات الوديه عندها منفعه كبيره بعد المباراه باش المدرب يقف على اخطاء ويقف على النقائص نتاعو. وتلعب اليوم انت مع فريق صغير برشا يختاروا هكا، تلعب مع فريق صغير وتربح ستة وسبعة وما تعرفش معناها ما 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 ما, ما, ما تحددش معناها المستوى نتاعك. نعطيك مثال، تو المدرب تاع مصر رفض الجزائر من الاول، رفض الجزائر رفض وبعد مباراه تونس معناها، ولكن الاتحاد المصري هو الذي فرض عليه اللعب، قالوا يلزم نلعبوا مع لي جراند زيكيب لي جراند سيليكسيون باش نشوفوا احنا رواحنا، ما يهمناش لا ربح لا خساره. كل واحد كيفاش يفكر، واحد يقول لك توا البارح شكون لعب؟ البارح لعبت روسيا والكاميرون. روسيا والكاميرون المنتخب الروسي فاز 1-0. اي باهي، لعبت روسيا والكاميرون، هاو كاميرون وروسيا، هاي كاميرون تلعب كاس افريقيا، بلا قالوا افريقيا وكذا، اليابان كندا، مش كيف كيف. اما المغرب مش الكوت ديفوار. لا استنى، وراي وقتاش قالوا المباراه هذه؟ هاي كانت مع بعضهم، هاي سيدي ما يجموش يتيحوا مع بعضهم، ما يتيحوش مع بعضهم خاطر لا ما يجموش يتيحوا مع بعضهم. المستوى الاول. او تنقول لك علاش المغرب. السسمة هذه بون، احنا والكوريا دي سود والعربية السعودية، العربية السعودية مع شكون تلعب؟ مع نيجيريا. هاي هي من اسيا، هاي نيجيريا تو، وهي نيجيريا مش تلعب كاس. معناها بالنسبة لي انا الموضوع هو اقل من هذه افريقيا وهذه اسيا، ولكن مش نلعب انا مع فريق محترم والنتيجة النهائية كانت سلبية أم إيجابية، ولكن هو هي الاستنتاجات باش نخرج بها. لماذا؟ لأن هذه المباريات هي إعداد واستعداد للشكون؟ للكأس إفريقيا، ولكن أكثر منه باش نشوف أنا المجموعة نتاعي مدى تأقلم نتاعها مع السيستم. المنتخب المحترم هذا اللي تحكي عليه المنتخب الكوري قاعد يعيش في صعوبات كابتن، وبرشا انتقادات على المدرب كلينزمان. 7 مباريات وديه لكلينزمان مع المنتخب الكوري وانتصار وحيد جي ضد المنتخب السعودي. او ناخذ فكره على الاجواء اللي قاعده محيطه بالمنتخب الكوري والانتقادات الموجهه لكلينزمان المهاجم الالماني السابق والمدرب الحالي للمنتخب الكوري مع سليم بن صالح. في ظل الفرحة اللي تعيشها كوريا الجنوبية بعد تتويج منتخب تحت 23 عام منذ أيام بذهبية الألعاب الآسيوية بعد قلب الطاولة في النهائي على الغريم الأزلي منتخب اليابان، تعيش البلاد أيضا على وقع الانتقادات الكبيرة الموجهة للمنتخب الأول وعلى الأداء اللي قدمه بقيادة الألماني يورغن كلينزمان اللي مسك بزمام الأمور منذ مارس من العام الماضي. الحصيلة فوز وحيد من 7 مباريات كان خاضها المنتخب القادم من شرق القارة الصفراء. الانتصار جاء من بوابة المنتخب السعودي في المباراة الودية اللي جمعتهم في سبتمبر الماضي. تجيها الانتقادات رغم الأسماء الكبيرة من الملاعبية اللي تنشط في كبرى الأندية الأوروبية على غرار القائد سون يونغ مين صنع ربيع توتنهام الإنجليزي واللي باش تكون مباراته ضد منتخبنا الوطني 115 في راسيدو. لاعب اخر باش يكون تحت المجهر كيم مين جي مدافع بايرن ميونخ الالماني واللي كانت بصمته كبيره في تتويج نابولي بسكوديتو الايطالي الموسم الماضي. كتيبه كوريا الجنوبيه تعجب النجوم اللي بامكانها الذهاب الى ابعد نقطه في كاس اسيا اللي باش تكون في ضيافه الدوحه في جانفي المقبل، والقرعه وضعته في المجموعه الخامسه مع منتخبات ماليزيا الاردن والبحرين. وكان كلينزمان في اول مصافحه مع وسائل الاعلام المحليه وعد الجماهير الكورية بالتتويج باللقب القاري، لكن النتائج والأداء اللي غاب في الفترة الأخيرة خلت أحلام الكوريين تتضائل رغم الرسائل اللي وجهها الناخب الوطني بضرورة أنه يتحلى الجميع بروح إيجابية. مواجهة منتخبنا الوطني بعد قليل بملعب كأس العالم سيول هي اختبار مهم لكوريا الجنوبية ومدربها الألماني من أجل ترتيب البيت وإعادة الأمل للجماهير الحالمة بعروض قوية كما شاهدناها في مونديال قطر 2022.
على البارا برشا يورغن كلينزمان فريد، وحط برشا ضغوط على روحه وعلى الفريق نتاعه وقت اللي قال لهم انا جاي لهنا باش نفوز بالكاس اسيوي المنتخب الكوري ما فازش فيها من عام 1966 ما فازش فيها المنتخب الكوري. والمضغ المباريات الوديه هذوما كما قلنا سبع مباريات فاز بمباراه واحده، يعطيك علاش قام المنتخب الكوري اليوم تحت الضغط وقاعدين يشاهدوا في جماهير كبيره ويعاولوا برشا على مباراه بعد شويه. صحيح صحيح، هو حط سقف عالي، انا من 60 سنه ما هزتش كوريا الجنوبيه كاس اسيا، من 56 اخر كاس اسيا هزته. ياكد المدرب يعرف المهم جدا مع فريق متميز، فريق هذا في الكاس العالم اللي فات ربح البرتغال، في كاس العالم 2018 كان ربح المانيا، معناها عنده ثوابت في كاس العالم تنظم ما بين كوريا وما بين اليابان، كان في الربع نهائي كاس العالم، عنده امكانيات لكن الفتره دي فتره صعيبه شويه. الاختيارات تاع الاربعه المباريات، امريكا الجنوبيه تعادل مع كولومبيا 2-2، هزيمه من الاوروغواي، هزيمه من بيرو، تعادل مع سلفادور، معناها مهمه عنده اليوم المباراه مع فريق عنده اربعه لاعبين ينشطوا في احسن البطولات الاوروبيه، سون مهاجم توتنهام، هيشان مهاجم ويلفهام جيكي مدافع باير ميونخ اللي كان في نابولي، كانغلي متوسط باريس سان جيرمان، معناها لاعبين متميزين، حاول يلعب الارضيه ميدانه في دوره يحب يقدم احسن ما عنده امام فريق باش تكون مباراه قويه وصعبه منتخب التونسي. في دقيقه باش يدخل الملاعبيه الميدان باش نعطيو الكلمه لزملائي رفق وسامي للتعليق. قراءتك في التشكيله وكيفاش باش يلعب المنتخب كابتن؟ والله كالعاده المنتخب باش يلعب كل مره يفاجئنا، اللي يعمل الضغط العالي من اول مباراه، ومره عليه كل مره كيفاش الضغط نتاعو يبدا به المباراه. هو بدا ضد مصر بدايه قويه وقويه جدا، يحاول باش يعاود تلك البدايه ان شاء الله، فهمتني؟ بالنسبه لكوريا الجنوبيه ان المدرب اخذ المقاليد في شهر مارس، ان المده قصيره وقصيره جدا، وان النجوم لا تصنع الفرق. فريق والفريق نجوميه للفريق دائما. بالنسبه لي فريق بصراحة نفس الثوابت باش يبدا المنتخب بدايه طيبه، مهم جدا تحضير نفس اللاعبين موجود، رسم تكتيكي بثلاثه خمسه اثنين، شوفوا كيفاش التصرفات من الناحيه الهجوميه هي المهمه لمنتخبنا، دفاعيين قويين. اخر ثلاثه مباريات بوتسوانا تعادلنا مع الجزائر، ربحنا مصر، ان شاء الله اليوم يقدموا مباراه ونشوفوا الثوابت اللي باش يمشيوا بها كاس افريقيا ان شاء الله. طبعا هذا ما نتمناه، ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكمل المباراه بانتصار، يخليه يحضر مرتاح، يخليه حاضر في اجواء جيده للبطوله الافريقيه باش يوحنا توا. مشاهدينا الكرام مع زملائي سامي بوعزيز رفقي مسطع للتعليق على المباراه، نرجو نتقابلوا معكم ان شاء الله اثر نهايه اللقاء. الى اللقاء، ما تبعدوش بعيد برشا. الى اللقاء.